الانفتاح على فضائل القيم الإنسانية وتطبيق تعاليم الدين بوسطية واعتدال، خطوات من بين أخرى يسير التدين المغربي على نهجها. هذا التدين الذي ينبني على أسس أهمها إمارة المؤمنين في الحكم التي تعتبر أهم الأصول، وهي إحدى الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الدولة المغربية، فهي تستمد مشروعيتها من اختيارات الأمة التي ارتضت الإسلام دينا للدولة منذ نشوئها، علاوة على اعتماد مذهب الإمام مالك في الفقه الذي ارتضاه المغاربة مذهبا يستوعب خصوصية حياتهم المادية، وتطبيق عقيدة الإمام الأشعري إضافة إلى نهج طريقة الجنيد في التصوف. ركائز التدين المغربي معرفيا وعلميا وسياسيا ثلاثة: عندنا الركيزة العقدية وهي العقيدة الأشعرية، عندنا الركيزة الفقهية وهي المذهب المالكي، وعندنا الركيزة الروحية وتتمثل في التصوف وتصوف الجنيد على وجه التخصيص، ثم طبعا إمارة المؤمنين التي تسهر على الرعاية الدينية للأمة المغربية. التدين المغربي مرتكز أولا على إمارة المؤمنين التي هي الحاضنة والمحصنة. إمارة المؤمنين تحفظ الدين، وتدين المغاربة من خلال ثلاثة ركائز اللي هي العقيدة على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، والتي تتميز بخاصيتين أساسيتين: إثبات ما لله من صفات مع إمكانية التأويل عند الحاجة إلى ذلك، ثم عدم التكفير المذنب. الدين الإسلامي واحد يجمع بين شعوب العالم الإسلامي، وللمغرب والمغاربة خصوصية في طرق التدين توحدهم، ولعلهم مثال يحتدى به على الصعيد العالمي. أما خصوصيات التدين المغربي فهي خصوصيات تتمثل في انتهاج التوسط والاعتدال. العقيدة الأشعرية كما نعرف جميعا هي عقيدة تنتهج مذهب التوسط. المذهب المالكي هو مذهب وسطي يتميز باعتبار المصالح والمقاصد لكي يكون الفقه مسايرا لدنيا الناس ومناسبا لروح العصر في كل زمان ومكان، وكذلك التصوف الذي يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الروحية والعرفانية للإنسان عموما وللمغاربة على وجه أخص أينما كانوا. إنجازات ملكية حرص العاهل المغربي على تنزيلها في الحقل الديني منذ اعتلائه عرش أسلافه، من بينها إنشاء معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، إضافة إلى إدماج المرأة العالمة في هذا المسلسل.